باتت المخدرات الخطر الأبرز الذي تواجهه المجتمعات العربية في وقتنا الحالي بغض النظر عن جنس المتعاطي. لقد تحدثت دراسات حديثة عن أسباب انتشارها خصوصا بين جيل المراهقين. عقدت الندوة اليوم جامعة كربلاء كلية التربية العلوم الإنسانية ندوة مهمة للتفاعل بين الجامعة والمجتمع. تناولت هذه الندوة مجموعة من المفهومات تتعلق بالذين يقومون بتعاطي المخدرات سواء من الذكور أو الإناث، والنسب التي يقومون يعني النسب الذي هم يتعاطون تلك المخدرات. أثبتت الدراسات النفسية الأخيرة المتعلقة في هذا الجانب أنه نسبة المراهقين هم أكثر من يتعاطون من نسبة الكبار، وأيضا نسبة الذكور أكثر من الإناث. الجهات الرسمية أكدت اعتقال 10,000 شخص من متعاطي وتجار المخدرات خلال العام الجاري فقط، ما يشير لارتفاع خطر هذه الآفة في المجتمع العراقي. خلال أقل من سنتين، قرابة سنة وسبعة أشهر، كانت نسبة المعتقلين في السجون العراقية ما بين متعاطي وما بين متاجر هي أكثر من 10,000، هيك إحصائية شبه رسمية. هذا يشير إلى حدوث قفزة في مجال التعاطي وتوزيعه على رقع جغرافية. مثلا بعض المحافظات وصلت فيها نسبة التعاطي إلى قرابة 60% بين شريحة الشباب، في محافظة أخرى لا نستطيع أن نسميها حاليا وصلت فيها أيضا نسبة التعاطي إلى 50% و45% بين تعاطي الشباب. قد تكون هاي الأرقام مبالغ بها لكنها قريبة من الصحة. الثقافة والوعي مع تجديد القوانين بحق تجار المخدرات والمتعاطين قد تكون الأمل في حماية المجتمع وجيل الغد من أخطارها. من كربلاء جاسم الهميم، التغيير.